بركة مشاهدينا والأمل لكم أينما تكونون وتعيشون أيام مليئة بالأمل الحب والأمان، أهم شيء الأمان. صباح الخير على زملائي داخل الاستوديو، الزميلة جمانة وزميل حيدر. صباح الخير. صباح الخير منال. صباح الخير منال، وصباح الخير يا حيدر، وصباح الخير على جميع مشاهدينا الكرام أينما يكونون، وإن شاء الله يكون صباح محبة وخير وعطاء. شنو رايك بالابتسامه جمانة؟ اجمل شيء انه ممكن تمنح للاخر. الابتسامه عند الصباح هي اجمل شيء نستقبل به الصباح، لكن للاسف اعزائنا المشاهدين يعني لغه الابتسام هاي اللغه الجميله بالعراق خصوصا، واي بلد يعاني من الضغوطات ومن التوتر والستريس نفتقدها خصوصا صباح كل يوم. يعني احنا نلاقي زملائنا بمكان العمل او من نركب سيارات الصبح رايحين لاي وجهه نقصدها نقول صباح الخير، بس الوجه شلون تعابيره من احنا نقول صباح الخير؟ لو نتحدث عن المجتمعات اكيد مجتمع عن اخر يختلف، لكن بالتالي المجتمع العراقي بالنسبه لبقيه المجتمعات اهون بكثير ويحب الابتسامه رغم هذه الظروف والازمات اللي تصيبه والعثرات. بالتاكيد انه بالتالي يبتسمون، واكبر دليل الزملاء واكبر دليل انت حيدر اكيد وكل الزملاء اللي يبتسمون من الصباح الباكر عليهم اكيد اعباء الشارع والامن وغيرها. لكن لكن بيئة الابتسامة هي سر، السر من أسرار الحياة، سر من أسرار يمكن حتى صحة الإنسان، وأيضا حتى تزيل كثير من الهموم. ابتسم راح تبتسم لك الحياة، وأيضا هي الابتسامة سر نجاح كل شيء في الحياة. بالتأكيد. إذا جمانة يعني برأيك المهم هي الابتسامة والشكل، والمهم تكون الابتسامة صادقة وخارجة من القلب، يعني أكون أنا فرحان وفعلا مبتسم. يعني الابتسامة يمكن يا حيدر أحسسها أنه تحسس الآخر بشعور من الاطمئنان والأمان، حتى لو أنت كنت في حالة عبوز أو حالة أنت ضايج أو صار عندك مشكلة بالبيت أو مثل ما أنا صار عندي الصبح. لكن خلاص يعني ابتسم، يعني حتى ممكن أنه نغير نفسياتنا، ممكن أنه نحسس الآخرين بالأمان. بس بصورة عامة أتفق مع منال، إحنا من الشعوب اللي بصورة عامة هي شعوب مبتسمة رغم كل الأزمات، رغم كل المصاعب اللي نعيشها. طبعا هذا ممكن أنه مقارنة بالمجتمعات الأوروبية اللي هم دائما يكونوا ستريت، ماكو يعني معالم بوجههم، يكونون جامدين. وتعدت هناك يعطون حق لكل شيء للابتسامة. أيوة. وقتها وفعلا تكون صادقة والشخص يكون مرتاح. وقت العمل عمل، وقت الحزن حزن، بس بصورة عامة هم شعوب. لا تبتسم، يعني قليلين الابتسامة. والله ما أدري، والله يعني مبتسمين بكل الأحوال. أرد أسألك منال على مسألة جمانة ركزت على نقطة جدا مهمة، ذكرت أنه الابتسامة تعطي الطمأنينة. طيب أني من أبتسم أعطي الطمأنينة والفرح للآخر، لو أيضا أني أنطي نفسي هذا الشعور، يعني المبتسم فقط راح يفرح المقابلة، لو أيضا حتى وأن تصنع الابتسامة هو شوية شوية راح يفرح ويرتاح. يعني هي يمكن حتى هي مسألة اعتياد أو مسألة محاولة لبدء يوم جديد، محاولة لنسيان الهموم ونسيان الضغوطات، وأيضا هي التخلص من كثير من السلبيات والطاقة السلبية والاقتراب أكثر من الطاقة الإيجابية، وتكون أكثر ابتسامة. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان مبتسم وكان مبتشر، وكان أيضا دائما يقول ابتسموا، يعني حيوا كل الناس، دائما حاولوا أن تتخلصون من هذه الطاقة السلبية والوصول إلى الطاقة الإيجابية من خلال الابتسامة. وهي فعلا أصبحت كثير من الأيام اللي فاتت يمكن كثير من دراسات حيدر يعني وأنت يمكن طلعنا عليها، وأيضا حتى المشاهدين سمعوها وشاهدوها، أنه الابتسامة تخلصنا كثير من الأمراض، الابتسامة تخلينا نتآلف أكثر، نحب بعضنا أكثر، طول العمر، وطول العمر أيضا، وحتى يمكن تؤثر على دقات القلب وغيرها من الأمور الكثيرة والكثيرة من الابتسامة. إذا المشاهدين حتى زميل أنس عادل يأخذنا في هذا التقرير وتابع هذا الموضوع، وسلط الله على الابتسامة في حياتنا اليومية، وبالتأكيد رح نروح نشاهد هذا التقرير وبعدها راجع.
فائدة الابتسامة بالحياة؟ هي كأول شيء كابتسامة الشيء على الروح، يعني كابتسامة لازم واحد الإنسان يبتسم، بس كعلميا يعني أعرف عمد لسوي تجاعيد بالوجه وش سوالف. شلون يعني ما تسوي تجاعيد بالوجه؟ يعني شنو اللي قاريتي؟ يعني علميا إيش كل ما تبتسم على مدى السنين راح تقل تجاعيد العين الوجه هيك. زين اليوم ليش أغلب الناس معبسين نشوفهم ضايجين؟ جزء الحياة الشارع هالشي يخليهم يعبسون أو يعني ما يتقبلون الوضع اللي يعيشون به. إحنا عشنا ظرف ما نقدر، مو على أي شيء إحنا نقدر نبتسم أو شيء. لازم الشخص برغم كل ظروفه اللي يتمر به، كان سواء حزين كان عنده فد مشاكل، لازم يكون مبتسم حتى تهون عليه هواي شغلات الابتسامة. لأنه إذا نبقى حزينين ونبقى نتألم الحياة ما راح يتغير شيء، لازم كل الأحوال نكون مبتسمين. أنت مبتسمة حلوة. لازم نبتسم شو ما تكون الحياة صعبة، لازم الإنسان يبتسم لين يتفائل، لأن إذا ماكو تفاؤل ما راح تمشي الحياة. والشكل ما نتقدم بالعمر لازم ننطي لأبنائنا وللناس اللي أعمارهم كبار إنه الحياة تبقى شو ما كانت صعبة، بس لازم بالآخر إش قد ما كان شيء كبير نسويه صغير ونبتسم. مع الأسف كثير من الأشخاص نشوف فقدوا الابتسامة ما موجودة على وجوههم، شنو السبب؟ سبب الوضع الأمني وصعب المادة. طيب أيوة العمل يعني بناس بطالة. طيب اليوم شلون ممكن نشيع ثقافة الابتسامة؟ ما أعرف، مشكلة البلد، يعني كل واحد عنده همو. أي فما أعرف، كل واحد يعني إذا تروح على الابتسامة تلاقي الناس يعني فاقدين الأمان. هاي أبسط شغلة، الشغل تعبان، الوضع مدهور، يعني ما عايش. ثقافة الابتسامة يعني شلون نشيعها؟ ما أعرف. لازم هاي الأمور كلها. يعني إذا توا بداية عمل ماكو، يعني شلون يبتسم يرجع للبيت؟ صح. هاي واحدة، شلون يتلقى عائلته ويردون كلهم مصرف، أصبح أبو عائلة، أما الشاب من حقه يكون يعني عنده فد شيء يعني وارد. هاي يعني مشكلة المادة لعبت دور بالمجتمع. ليش العالم عبسة؟ والله سبب الظروف الأمنية اللي يمر بها البلد، من وضع أمني، من تقشف، من حالة اجتماعية سيئة، من فراغ بالتواصل بين المجتمع، بين الجوارين، بين المناطق، بين المحافظات. حلو. طيب اليوم شلون ممكن أن نشيع ثقافة الابتسامة مثلنا مثل بقية المجتمعات؟ يعني أول شيء الواحد لازم يكون يصلح نفسه بالأول، ينقي قلبه، ينقي نيته، ويبدي يصلح الناس اللي حواليه، مثل أخوه، مثل عمه، يابا تواصلوا، هو يتواصل نفسه ويا أصدقائه، ويحاول إنه يبشي المحبة بين المنطقة بين جوارين عن طريقه هو. يعني حتى إذا كان بداخله أنه هو متألم يعني لازم يبتسم بالرغم من كل الأمر. لازم. الابتسامة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها عامة البشر، لذلك يتوجب علينا أن نبتسم ثم نبتسم ثم نبتسم. في الختام هذه عودة إلى الزملاء الذين دائما ما يحاولون زرع الابتسامة على الوجوه. شكرا لك يا أنس على هذا التقرير وعلى هذا السمايل. يعني احنا حتى مواقع التواصل الاجتماعي
حمك وسمايلات تعبر عن الضحك والابتسام حتى وان كنا احنا بالحقيقه ماذا نضحك. والعكس ايضا صحيح، لاحظ الكثير من الناس واصدقائنا من نقعد وياهم ولو هي ظاهره سلبيه ملتهم بالموبايل نلقاهم يبتسم هيك شوي شاشه الموبايل، ايش يسوي مع هذا؟ او على غفله شنو اللي يضحكه ما اعرف. يعني ابسط شيء هو ممكن يخلي الانسان انه يبتسم، سمايلات حتى الموجوده بالموبايل بالايباد. اذا يعني طريقه التعبير مهمه. طبعا طريقه التعبير جدا مهمه للابتسامه، حتى لو تبتسمين بشكل بسيط جدا حتى راح تحرك البشره، الوجه، الدم حتى يتدفق بالوجه بصوره. ايضا يمكن شفنا متحدثين، احدى المتحدثات قالت انه راح ياثر حتى على الشيخوخه والكبر والصغر، وبالتالي راح انت تفقد كثير من السنين من العمر بدون ما تشعر بنفسك. تدرون الابتسامه معديه يعني هسه انتم اغلب الناس جربوا حتى لو ما تعرفوهم بس يبتسموا بوجههم، انتم البنات طبعا راح يبتسموا لكم بس كولد بس يبتسموا بوجهك حتى انتم ممكن انه يبتسموا لكم تبتسموا يعني بعد لك الابتسامه ليش ما يعرف شنو القصه ماكو مجرد ابتسام الاخر يرد لك اياها الابتسامه. بعض التقارير اللي او تقرير حقيقه سووه بالوطن العربي من ضمنه انه العراق بالنسبه للنساء انه مجتمعاتنا النساء بها تخجل من الابتسامه ولربما من الممكن ان تكون محاسبه على الابتسامه بالشارع. شيء سلبي اي لو مجتمعنا كان منفتح واكثر وعي وارتقاء كان الابتسامه هي لغه تحاور ما بين الجميع حتى وان كانت بدون غرض او بدون فتح اي موضوع. يعني هسه مثلا باليابان واجب اجتماعي انه اللي يبتسم لك تبتسم له حتى لو انت ما تعرفه او ماكو فد تحاور راح يكون بيناتكم، مجرد ما رين بالشارع ابتسم بوجهك من ضمن التقاليد وعيب عليك اذا ما ترد له الابتسامه. شلون احنا من واحد ما تعرفه تقول له السلام عليكم، اذا ما رد لك السلام يعتبر بالعرف الاجتماعي. هذا انت نعم. كنت سائح ورحت وزرت مثل هذه البلدان، شنو راح تقول على هذا الشعب؟ مثل هذه الشعوب شنو راح تقول عليها؟ راح تقول عليها انه هاي شعوب داركه، شعوب مثقفه، شعوب واعيه، وايضا هي حتى تكسب وتستقطب اكثر عدد ممكن من وتنطي صوره صورة جميلة جدا عن هذا البلد وهذه المجتمعات. يعني ما يصير انه بس حزن بس قهر بس كآبة وبالتالي بس تجهم بالملامح الوجه وماكو ابتسامة، حتى الوجه راح يتعب يعني يصفر يذبل مثل الوردة اللي تذبل، يعني بالتالي ما راح توصل لنتيجة. لكن دائما شفت دائما مصور عمار طبعا انه وجه له تحية، مشاهدينا دائما يحاول انه يخلينا نبتسم اكثر، وايضا حتى فريق طبعا ممنونين ومشكورين على هذا الشيء، لانه فعلا ممكن انه الانسان بعمله يلاقي ضغوطات او يكون هو ما متاهل ليوم جديد او متعب او الى اخره، لكن بالتالي يكون الزملاء يعطوا دعم معنوي ويخلونه يبتسم ويضحك ويبدي يوم جديد خالي من الشوائب والمشاكل. طبعا الابتسامه الصادقه الخاليه من التكلف تبين واضحه على ملامح الوجه. يعني انت اليوم من تبتسم مجبر راح تبين انت اليوم تبتسم فعلا هي نابعه من القلب، وتكون انه انت مؤمن بها وحاب هذه الابتسامه. ايضا يعني انت اليوم ابتسامتك حيدراني على ما اظن انه هي غير مختلفه يمكن بوجود زميله جمانه، وان شاء الله مشاهدينا راح تشاهدون صباحك غربي دائما بتجدد دائم بزملائي جمانة وحدة. خلي أسأل جمانة، احنا تكلمنا انه من ضمن التقاليد اليابانية انه اللي يبتسم لازم تبادل الابتسامة. بالعراق ايضا برأيك تعتبر الابتسامة نوع من انواع المجاملة لو شعبنا نسى هاي الحالة ايضا صارت المجاملة فقط بالكلام ماكو ابتسامة ماكو طرفة جميلة؟ لا هي ايضا يعني مجامله، واحد يجامل الاخر. يعني انا من شفتك الصبح ابتسمت لي وانت بالنتيجه انا هم ابتسمت لك، يعني انا مجاملتك يعني بس لازم ارد عليها للابتسامه. بس بالشارع من تمشي عاده يصعب انه تبتسم بصوره عامه، مع العلم انه انت ممكن تحب انه تكون انت شخص ودود ومحب وتحب تبتسم، بس تلاقي صعوبه لانه الاخرين لربما ما يتقبلوها. للرجل يمكن هذه مو مشكله كبيره، بس اتخيل انه للمراه هي مشكله ومعرضه بالنتيجه دائما للسؤال ليش تبتسم؟ شنو اللي يخليها تبتسم؟ ايضا ثقي جمانه انه بالطريقه اللي راح تبتسم بها ايضا حتى هذا الموضوع ممكن انه نتداركه وممكن انه نتعلم
يتعدى بطريقه ذكيه جدا. نعم. كيف؟ يعني مثلا البارحه يمكن كل بغداد حست بهذا الشعور. نعم. الشعور بعدم الامان التوتر الامني كان. التوتر الامني كان كبير جدا، والله يعين كل العراقيين طبعا، واحنا كنا من ضمنهم وعشنا هذه الحاله للحظات لوهله لساعه لساعتين اخذت من عمرنا الكثير. نعم. ومن صحتنا، لكن بالتالي وانت تمشي تبتسم بوجوه مثلا القوات الامنيه ايضا من منطلق شر البليه ما يضحك مثلا ممكن يعني، لكن بالتالي لا. نعم. ممكن هاي الابتسامه يا حيدر تشعر الشخص. نعم. المقابل، وهم ايضا كانوا هم متعاملين مع الناس بهذه هاي الابتسامه، انا شفتها حسيتها انه هي فعلا ومهمه بهذه الفتره يعني تحسس بالامان. صحيح، رجعنا لنقطه الامان لكن ايضا الابتسامه مرات الانسان ترى يضطر للابتسامه، خصوصا اذا كان هو يعني وضعيته وحالته النفسيه غير مهيئه الان للابتسامه، لكن يضطر مثلا من خلال العمل نضطر نبتسم. واو احلى يعني. شخص معروف اعلاميا او مشهور او ممثل لازم يبتسم للجميع حتى وان كانت نفسيته غير مهيئه. صح. احيانا بالجلسات او بالاجتماعات نوع من انواع المجامله ايضا انه لازم تبتسم حتى لو انت بحالتك النفسيه الان تعبانه. للاسف احيانا الابتسامه يستغلها البعض ويستخدمها وسيله من وسائل الخداع حتى يرسم صوره او شخصيه نفسه هي عكس الصوره الحقيقيه، وهذا استخدام سيء لبعض الامور الجيده بحياتنا. وابتسم للصوره تطلع حلوة. مشاهدينا، وهذه انتقالة أيضا من الابتسامة لابتسامة أخرى وحالة الطقس، كما عودناكم بكل حلقة من حلقات برنامج صباح الغير أو بين حلقة وحلقة، المهم أنه إحنا دائما نطلع على ما يجري بالعراق حتى من حالة الطقس. على الهاتف معانا المنبأ الجوي أركان عبد الله. صباح الخير أستاذ أركان. صباح النور أهلا وسهلا أستاذ أركان، ما هي توقعاتكم لحالة الطقس اليوم وحتى الأيام القادمة إن شاء الله؟ إن شاء الله. بالنسبة للطقس لهذا اليوم، تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من تركيا يكون الطقس في المناطق كافة صحو إلى رائم جزئي. درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 20 كم/ساعة، مدى الرؤية 8 إلى 10 كم/ساعة. كانت درجة الحرارة العظمى في مدينة بغداد اليوم أمس هي 17 درجة مئوية وهي أعلى من المعدل بدرجتين. درجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد لهذا اليوم هي 18 درجة مئوية. درجة الحرارة الصغرى المسجلة في مدينة بغداد لهذا اليوم هي 6 درجات مئوية وهي أعلى من المعدل بست درجات. أما بالنسبة للطقس يوم الغد الأربعاء نفس الحالة، يستمر تأثير البلاد بامتداد مرتفع جوي من تركيا، والطقس سوف يكون صحو مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لما سجلت في اليوم السابق. نعم. الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 إلى 20 كم/ساعة، مدى الرؤية 8 إلى 10 كم/ساعة، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة بغداد اليوم غد هي 6 درجة مئوية. نعم. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد اليوم الغد هي 18 درجة مئوية. مع تحيات قسم التنبؤ الجوي عام وجوه. شكرا جزيلا استاذ أركان لك. مشاهدينا، وننتقل إلى الحالة المرورية في بغداد لهذا اليوم، حيث طلعنا عليها عبر الهاتف عقيد المرور محمد الزيدي. راح نقول له صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير، صباح منوار عليكم وعليكم. شلونك؟ شلون الصحة؟ نعم الله يحفظكم إن شاء الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا سيادة العقيد. انتبهنا اليوم أنه حالة الزحامات ببغداد شيء مو طبيعي، الوضع الأمني نحس أنه أيضا هو مو طبيعي، لكن الزحمة بسبب ماذا بالضبط؟ يعني ماذا عن حالة المرور اليوم عن البارحة ولحد اليوم؟ صحيح، يعني ما تفضلت فيه هو صحيح. اليوم يعني كضابط مرور يمكن أتجول صباحا، أريد أنتقل من منطقة إلى منطقة، يمكن استغرق الجدولي حوالي 3 ساعات من الشرق إلى الرصافة. نعم. إلى المكان اللي أروح به حتى أنقل، يمكن عندي نقل مباشرة عندي، هذه مشكلة عندنا اليوم. السيطرات يعني إضافة للجهاز. نعم. هناك تكييف شدوي ينزل للسائق ويحط شدويا، طبعا تعرفين حضرتك الحادث اللي صار يوم أمس أكيد أثر كثير على السيطرات
لكن هذا ليس هو الحل. احنا يعني لما ننزل جنب السيطرة فهم بالإخوان يعني الطالب اللي يوصل إلى مدرسته أو كليته، الموظف اللي يوصل إلى مكان، المريض اللي يوقف. لذلك اليوم نعم بغداد لا زالت في حد هذه الأحيان يتكلم هي الجنادق، لا زالت عندنا سيطرات مدخل المنصور من جهة اليرموك، لا زالت السيطرات مداخل بغداد ديالة حتى الساعة 10 يلا انفتح الدخول. نعم عن كل الموقف المروري اليوم كثافة جديدة شد يعني شديدة جدا من جراء هذا التفتيش الدقيق اللي اليوم السيطرات مفتوحة. نعم. طيب ماذا يعني عن الحلول سيادة العقيد؟ يعني تعرف انه هذه ما ممكن انه يبقى هذا الوضع، يعني من البارحة لليوم هذا وضع استثنائي للزحامات وايضا للجسور وغيرها من الطرق والشوارع، كل شارع لا اصبح كل شارع ببغداد، يعني مأثر الرصافة على الكرخ والكرخ حتى على الرصافة بسبب هذا الأزمة اللي مرينا بها البارحة، وان شاء الله يا رب تكون آخر الأزمات يعني ولو احنا تعودنا، بس الحل ان شاء الله ان شاء الله هو اكيد آخر الأزمات. بس اليوم كان اجتماع يعني مستمر مع سيد تاج عمليات بغداد. نعم. ردنا ان تكون الحلول ان تكون سيطرات مفاجئه، ان تكون التقليل بالسيطرات، ان يكون فتح اكثر من لاين بالسيطرات حتى المواطن يوصل الى دائرته، والا ما ممكن ان الطالب يتاخر عن امتحانه والموظف يتاخر عن دائرته ويضيق. لذلك سيد تاج عمليات بغداد من خلال جواله ايضا يوم هو في الشارع شاف حالات الازدحام، شاف الحركه مع سيد مدير المرور العام طبعا. لذلك راح تكون ان شاء الله اجراءات نحاول ان تكون السيطرات مفاجئه، نحاول ان نفتح اكثر من السيطرات، والا اذا بقت هذه الحاله طبعا اكيد راح ياثر علينا. في رجل مرور موجود بالتقاطع ما يقدر يسوي شيء لانه محصور السير قرب السيطرات. نعم. اذا احنا ما وضعنا حل حتى تساعد المواطنين. لكن ايضا سياده العقيد انت تعرف اكيد يعني انه لازم يكون شرطة المرور يكون موجود بالتقاطعات، يعني ضروري جدا لو يسهى لدقائق. مع الاسف احنا راسا راح تكون عندنا فوضى، يعني انتم اكيد انتم تعرفون كل زين هذا الموضوع. بالتالي هل سجلتم اختناقات في شوارع ساحات معينه في بغداد؟ يعني احنا مدى نعرف وين نسجلها بصراحه، لكن انتم اكيد عندكم المخطط الصحيح للاختناقات في الشوارع، اي شوارع اللي صار بها اختناق؟ يعني خاصه الشوارع اللي قريبه على المحلات التجاريه. نعم. وضحت الجنابك مثلا سيطره سيد الحليب اليرموك، عندنا شارع زيتون قرب ساحة الفارس العربي. نعم. عندنا مول المنصور أيضا، هذه التقاطعات اللي تكون بها كثافة، كذلك الشورجي والطلاني هاي أيضا صار بها كثافة لأنه السيطرة. لذلك إحنا رجال مرور موجودين في السيطرات، خارج السيطرات، قريب. نعم. على الشوارع اللي موجودة بالتأكيد. أبدا ما يتم رجل المرور إلى الساعة 12 بالليل، بس مثل ما وضحت الجناب إن شاء الله الحلول اليوم تكون منا للعصر متميزة، لأنه السيد القائد تجول وشاف وانطينا الحلول انه نفتح اكثر من لاين ونسوي سيطرات مفاجئه حتى نسيطر على البركه. كل الجهود سياده العقيد محمد الزيدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا على الهواء مباشره. اعتقد الاختناقات المروريه بعد قليل راح تنتهي، لان سبب التشدد الامني اليوم وغلق بعض الطرق خصوصا في شرق بغداد والسعدون والكراده بسبب زياره رئيس الوزراء لموقع الحادث الارهابي اللي تم البارحه بغداد الجديده. فبالتاكيد القوات الامنيه تكون من 6 الصبح متاهبه، غالقه بعض الشوارع، السيطرات مشدده، تفتيش دقيق في بعض الاماكن سبب هاي الاختناقات المروريه. الزياره تمت واعتقد انتهت حاليا من ناس ساعتين، المفروض انه هاي الاختناقات المروريه والشوارع المغلقه تكون مفتوحه. ان شاء الله نامل، يعني هي كل يوم اصلا احنا دا نعيش انه اكو اختناقات، مثل ما ذكر سياده العقيد انه دا يروحون طلبه لامتحاناتهم وايضا حتى الموظفين، وتكون من ساعه بالوحده لساعه بالاربعه هذه الاختناقات غير طبيعيه. واضافه لهذا الوضع الامني نتمنى انه هذا الحادث اللي صار البارحه يكون اخر الحوادث اللي تمر بها والازمات العصيبه اللي تمر بها بغداد بقيه محافظات العراق. مشاهدينا، أصبحت الهواتف الذكية الآن تحتوي على العديد من الملفات والبيانات الحساسة التي لها علاقة مباشرة بنا وكذلك بمن حولنا، مثل الصور، مقاطع الفيديو وغيرها. ومن المؤكد أنك إذا فكرت في بيع هاتفك المحمول، لا والله تسوي طحين أحسن مما تبيعه يعني أو تنطيه حتى. فبكل تأكيد ستقوم بحذف جميع الملفات والبيانات الشخصية والحساسة التي تخصك. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع نستضيف في الاستوديو المهندس أحمد
معز الدين مدير مركز مايكروسوفت التدريبي في العراق. صباح الخير. صباح النور. صحة كل عام أنت بخير. سنة جديدة وسعيدة. الله يسعدكم إن شاء الله. يا هلا بك. بداية نشرح للمشاهد الطريقة المثلى للحفاظ على الملفات. يعني تعرف هذا الموضوع اللي يستغله الكثير من نفوس ضعيفة اللي ما عندهم لا شغل ولا مشغلة ولا نفع ولا أي شيء بالمجتمع، ما عنده غير أنه شلون أني أوصل لتليفون الأستاذ، شلون أوصل لتليفون منال وإلى آخره. أحيانا يضيع الموبايل وشخص يلقيه ويستغل اللي بي. هو تبدي الخطوة من المستخدم نفسه. أنه أنت شلون تحمي نفسك اليوم، أنت تستخدم سمارت فون أو موبايل ذكي، شنو الخطوات الأساسية اللي أنه تحمي بياناتك بحالة أنه يضيع الموبايل أو غيره، من خاف عليها. ابتداء كل الموبايلات إن كانت أندرويد وإن كانت ويندوز فون وإن كانت حتى آي أو إس اللي هي الأبل ومجموعتها الآيفون ومجموعتها، تبتدي بإنشاء إيميل لغرض فتح الحساب مالك. هذا الإيميل يجب أن يكون مؤمن، مؤمن بطريقة أنه حاط الأجوبة مال الأسئلة السكيورتي اللي بي، مثبت رقم موبايل اللي بي اللي هو على السيم كارد مالتي اللي راح أحتفظ به على مود أنه إذا باق عندي الإيميل عشان أسترجعه. ابتداء من هالنقطة طلوعا الى انه الموبايل مالتي اثبت بيه باسورد، اثبت بيه حمايه، اكو عندي حتى بالموبايل اقدر ابدي اثبت قضيه الفايند لوكيشن مالتي، يعني بحاله اكو كل الموبايلات مزوده بها حاليا انه تاشرون انه يوجد الموبايل وبالامكان انه مسح البيانات من الموبايل عن بعد. هذه بحاله انه اشرها اني اطمئن انه موبايلي اذا باق واذا ضاع من عندي اقدر امسح هاي البيانات. بالإضافة إلى أنه اليوم أني شنو اللي أحمل على الموبايل وأبقي عليه وشنو اللي أنزله. يعني كثيرين اليوم نجي على مستوى الصور، نجي على مستوى البيانات، أنت لا تحتفظ بكل شيء على الموبايل، ما يصير، خطأ. يجب أنه أكون جزء من البيانات أفرغها بالبيت، على الحاسبة، على أي هارد باك أب بالنسبة لي. يعني حتى الحاسبة لازم تكون مؤمنة على فكرة، بالتأكيد. يعني هي سلسلة، حتى لو كانت بالبيت سلسلة. يعني هي حتى الحاسبات الحديثة أيضا مرتبطة بأكاونت موبايل واسمه اللي يستخدمون ويندوز 10 حاليا أيضا لازم يفتح الحساب ويثبتون على أساس هذه القضايا. بعدين أكون نقطة أخرى مهمة هي قضية المزامنة أو السينكرونايز اللي يستخدمون اليوم. شنو الأشياء اللي لازم نصعدها ندخلها بالمزامنة حتى نحتفظ بالبيانات، وشنو الأشياء اللي نبعدها عن المزامنة؟ هنا تبقى على الخصوصية. يعني اليوم بنية رايحة حفلة خطوبة وداي تصور منك وإلى آخره، هذه خصوصيات اليوم. زين ما احب انه انقلها على الموبايل وبقيها على الموبايل اللي ممكن يوقع بيد اي احد، او اخليها بحسابات انا بالنسبه لي ما مامنه، سواء كانت على المزامنه او سواء كان على حساب الايميل. فهالقضايا اذا فهمنا طريقه عملها راح هوايه امور تكون سهله. بالانتقال انه اليوم اريد ابدل الموبايل، شنو الخطوات اللي لازم اسويها؟ اكو قاعده لازم الكل يفهمها، مسح الصوره لا يعني مسحها نهائي. سواء كانت على الحاسبه، سواء كانت على فلاش ديسك، سواء كانت على الموبايل. عمليه المسح هي اكو برامج كثيره بامكاني انه استرجع كل الصور اللي طلعت، مو بس الصور، كل البيانات اقدر استرجعها. لكن اكو طرق بديله. اليوم اني حتى ابتدي احتفظ بالمحتوى مالتي، خلي انقل شنو الشغلات المهمه اللي باقي على الموبايل مالتي، انقلها للحاسبه او الى اي جهاز خزن. هاي كمرحله اولى يعني، كمرحله أولى. المرحله الثانيه اللي اسويها ارفع السيم كارد من عند الموبايل، واكو عندي اعدادات المصنع يسموها او ريستور الديفولت. طبعا تفرق، احنا بنتكلم عن الاندرويد يفرق عن الاي او اس، الابل يفرق عن الويندوز فون، بس هي ببساطه انه اعاده المصنع، اعدادات المصنع راح يساله انه امسح كل البيانات. نعم امسح كل البيانات. نعم. الاجهزه الحديثه وفروا بها، وعوا لها المشكله انه بامكان انه احد يسترجع البيانات. نعم. عمليه اعاده اعدادات المصنع مع مسح كل البيانات كفيله بانه تبعد هذه البيانات. طبعا اكو نقطه اخرى ايضا، الذاكرات اللي موجوده، اكو كثير يحط رام اضافي بالموبايل ويخزن عليها البيانات مالته. هذه الرام المفروض يرفعها ويحتفظ بها بخصوصيته، ينقلها الى موبايل ثاني، وايضا بنفس الوقت لا يحط عليها بيانات حساسه لان بامكان باي وقت يسترجعها. نعم. بقى عندنا اضافيه، اذا اردت تمسح الرام، اليوم احنا نتكلم على مسح البيانات اللي خاصه بالموبايل. الرام هذه عندك طريقتين، الفرمت العاديه ايضا ما تشيلها. اذا راح تحط فورمات بالحاسبه وتقول فورمات هذه ايضا ما راح تشيلها، ترى بامكان اكو برامجيات تسترجعها. لكن اكو طريقتين سهله لها، تقدر تمسح كل البيانات وتعبيها ببيانات عشوائيه.
يعني تحط فيلم عادي، بيانات أغاني طويلة، أغاني إلى آخره، أملي إلى الأخير، تعبي لازم على الآخر، تعبئة للآخر بحيث يوصل حد أحمر ما يتعبى بعد بشيء. هذه عمليا تكتبت فوق الديتا القديمة ما راح تقدر تسترجعها. والطريقة الثانية أكوش برامج خاصة لغرض مسح الذاكرات بإمكانكم تنزلوها، أكو تطبيقات بالموبايل وأكوش تطبيقات أيضا موجودة على مستوى الإنترنت. زين، ما نقدر نفس الفكرة اللي اتبعناها على الرام نتبعها على الموبايل؟ يعني إحنا البعض أيضا ينصح أنه تمسح او تسوي اعاده ضبط المصنع، ومع ذلك تسجل مثلا فيلم فيديو او تسجل اي شيء على الموبايل. لا، اذا موبايلك حديث، اذا موبايلك حديث لا، اعاده ضبط المصنع اوتوماتيكيا يعني اكيد حديث يعني من ياجيل. يعني اذا نتكلم على ما بعد 2010 يعني معظم الموبايلات، بس هسه مثلا الجالكسي 3 جالكسي ودار كلها بها بهذه الميزه. لكن يقال انه ايضا ترجع المعلومات، ترجع المعلومات اذا ما اعاد الى ضبط المصنع مع ديليت للبيانات. زين، انت راح بس بهاي الحاله طبعا ما راح يكون ممسوح به شيء ايضا، يعني ممكن انه استعاده كل الملفات الموجوده به. هذه اذا بحاله مسح، مو بحاله اعاده المصنع، اعاده ضبط المصنع مع الاختيار. نعم، واعاده ضبط المصنع باختيار، راح يعطيك اختيار اضافي بانه يقول لك امسح كل البيانات ام لا. زين، فعمليه مسح بيانات معي على ضبط المصنع لا، هذا يمحيها نهائي. بس اذا مجرد اعاده ضبط المصنع مع احتفاظ البيانات القديمه او على الوضع القديم، مجرد اعاده السيتنج الاوليه، لا بهيج حاله بالامكان. استاذ احمد، انت وصلت لي ايضا للرامات صح؟ وكيفيه مسح هذه الرامات ايضا، التخلص من كل ما موجود بها، وايضا حتى الفلاشات صح؟ الفلاشات كل الرامات بصوره عامه، ان كانت فلاش ديسك وان كانت حتى على مستوى الحاسبات، اذا نتكلم على الهارد ديسك نفسه ايضا يمسح بنفس الطريقه. زين، انت اليوم انه اما تمسحه وتعبيه ببيانات ما لها قيمة إلى حد ما ينترسل الأخير، هذه الطريقة البسيطة البدائية، أو تستخدم برامجيات خاصة بمسح اللي طبعا تأخذ ساعات في الهارد ديسك. زين، اللي تمشي على كل البيانات بحيث عملية الاستعادة تكون صعبة جدا. طيب شنو الطريقة المتبعة لحذف البيانات بشكل نهائي؟ يعني هل برأيك هناك طريقة أخرى لمسح كل البيانات الموجودة بالموبايل، بالرام، بالحاسبة، عدا ضبط المصنع؟ عدا ضبط المصنع غير أفلش يعني مثل ما أني قلت في البداية. طيب خلينا نسأل على الحساب أو الكلاود وغيرها أيضا، ممكن اختراقها كيف؟ إذا اليوم إحنا مثل ما أقول لكم أنه إحنا اليوم لازم نأمن الحساب، تأمين الحساب به عدة خطوات، خلينا نبدأ نراجعها. عندنا أول خطوة استخدام الباسورد الرئيسية. طبعا ثلاث أرباع العالم تستخدم رقم التليفون، عيد ميلاد، اسم عرف، اللي هي قضايا معلومات اللي بالإمكان أنه واحد يحزرها. يعني إذا قضى له فد شهر قاعد يحاول مراهق مستلم الجماعة، زي مثل الورد يقدر يوصل. هنا هنا تقصد بها على أي موبايلات، على كل الأجهزة؟ كل الحسابات إحنا اليوم كل صريحين يعني. معظم العالم اللي تستخدم الباسورد اليوم 1 2 3 4 5 6، مجموعة وحدات، مجموعة المواليد والأسماء المعروفة، أكو مجموعة معروفة من الباسوردات. اليوم لا، خلي أحاول أستخدم في الشغلات اللي بيها كابيتال لتر وسمول لتر ورقم وأشياء ما معروفة. بعدين أكو نقطة أخرى، إجابة أسئلة السكيورتي اللي هي مال استعادة الإيميل. مثلا يقول لك مواليدك شقد، اسم الجد، وين المستشفى اللي ولدت بيها، وين. أكو أسئلة مباشرة ما المفروض تجاوبها مباشرة، انت لازم شو تسوي؟ كل واحد لازم يحفظ اجابتين بحياته، يقول انا على اي اسئله سكيورتي بغض النظر ايش كانت هذه الاسئله راح اجاوب الاجابتين مالتي عباره عن كذا وكذا. زين، اللي هي ما لها علاقه بالموضوع. اليوم ده يقول لك وين انولدت، قول له تويوتا. زين، اجابت تويوتا على وين انولدت. زين، هاي فد مثال يعني بدي اعطيك اياه. احفظ فد اجابتين او ثلاث اجابات اللي هي ثابته على كل اسئله سكيورتي، ما حد يعرفها غيرك. بهيك حاله انت تضمن انه اي واحد يراجع اسئله سكيورتي حتى اذا حذر ما راح يجيبها. هاي نقطه. النقطة الأخرى، كل الحسابات حاليا تربطها برقم تليفون، يسألك لي قدام يقول لك اعطيني رقم تليفون اللي اتصل به بحالة انه فقد حسابك. عمليا انت اذا انباق موبايلك تقدر تحرق السيم كارد بالاتصال بالموبايل اوبريتر اللي موجود عندك، بس تقدر تسترجع الحساب فيما بعد بانه حصلت على الرقم سيم كارد جديد واسترجع الحساب مالتي. هذه النقطة اللي تأمنك من ناحية. طبعا انت اذا تنتبه الايميل حاليا ده ترتبط به مو بس الموبايل، الفيسبوك مالتك مربوط كل شيء، كل البرامجيات الموجوده مرتبطه بالحساب الرئيسي، وبالجديد اصبحت كل البرامج الاضافيه يعطيك اوبشن انه يربطها بالفيسبوك باعتبار ان الفيسبوك انت مأمنه اصلا ويا الايميل. هو الفيسبوك اصلا هو امان اصلا، هو من اسمه وموثقه يعني. هو لا، اذا مأمنين ويا حساب فعلي ومستخدمين باسورد معقد، انا اضمن لكم انه مأمنين. بس هي يعني عباره عن هرميه، بديلي من الايميل
الايميل اللي فاتح عليه الاكونت مالتك، انتقل لي اذا امنت تماما تقدر تفتح الموبايل مامن وتقدر تفتح الفيسبوك مامن. وارجع اقول احنا اليوم اذا عندنا معلومات حساسه، عندنا صور الى اخره من الخصوصيات، نحاول انه ما نخزنها باماكنها طول الوقت انا على الموجود، بالعكس انقلها بمنطقه امان اللي تكون تحت الايد طول الوقت وخلاص. هاي افضل طريقه، افضل طريقه انه اتجنب المشاكل. يعني اكو يعني نفوسهم ضعيفه، اكو من يستغلها. يعني كثيرين انا اعرف من اسالهم اقول اشتريت الموبايل من افتح لك الحساب، يقول لي قبل الموبايل افتح الحساب. يا اخي هذا ايضا خطا شائع. يعني انت وانت كل الامور مالتك صارت بيده، زين يقول لي يعني شعلي انا اخذت الموبايل، هذا خطا كبير. اليوم يجب انه تعرف انه من تاخذ الموبايل انت تفتح حساب بيدك، او انت تاخذ الباسورد مالتك وتروح تغير ولا فيه. حتى ولا حتى اقرب الناس لك يعرفوا المفروض انه الحساب ايش قد ابدا نهائيا. يعني طيب اسالك على الحسابات اللي تباع بالمحلات، هذه الحسابات هي مؤمنه 100%؟ ممكن انه ما تعرف تشتري هذا الحساب، انت تنزله بموبايلك ويصبح الحساب لك، بس هذا الحساب هذه الارقام اللي موجوده بها والباسوردات اللي موجوده، هل هي مؤمنه 100%؟ بالتأكيد لا. اليوم إذا دا أفتح حساب أنا ودا أنطيه لك، فأنا الحساب مالتي أعتبر زين ودا أنطيه لك للاستخدام، هذا خطأ. لا لا مو هذا القصد، إنه أنت اشتريت الكارت اللي موجودة بالباسوردات الحسابات، أوكي تأخذهم الحسابات وتنزلهم على الموبايل، يعني ما حد ما يعرف بيه غيرك أنت والشركة اللي باعت. يعني لا ما موجود حساب بهالطريقة. يعني إذا إحنا نتكلم إنه كارت والوضعية مالته هو مو حساب يكون، يعني نتكلم على موضوع ثاني. نعم. الحسابات الفعلية اللي هي الإيميل أكيد هذا معروفة. نعم. فيما يخص أنه إذا دا أخذ كارت أو فتشي، هي عادة تفعيل لي شغلة معينة، أما تفعيل لي رصيد أو تفعيل لي اشتراك معين. نعم. هذه ما لها دخل بالأمنية، بالعكس هذه هي أساسا على مود الشركة تأمن أنه اليوزر الفلاني مدى يستغلوها، فتطي أرقام معينة وباسورد معين يعني مثال اشتراك بالإنترنت. اشتراك بالإنترنت، اشتراك بالإنترنت أنا مجرد دائما فلوسي كشركة، أنه اليوم حتى لا الهاكرز يدخلون يفتحون حسابات مجانية فأدخل باسورد وكود بي، هذا بالتأكيد ما بيخوف بالوضع مالته. نعم يعني أكيد هي لا مأمنة الشركة على نفسها خلاص منتهي الموضوع، لكن اليوم نتحدث إحنا على الأشخاص مثل ما أنت تفضلت. حتى إذا الأشخاص هو الأشخاص أنت شو راح تأمن على موبايلاتك، فأنت هاي الطريقة اللي تشرحها الخطوات البسيطة جدا. يعني من الناس ما يعرف هذه الخطوات ولو أكو يمكن. لا كثيرين كثيرين إنه يهملوها أو بجهل أو يتصور إنه الموبايل طالما بيده فهو امتلك كل شيء. طيب أستاذ أحمد، إحنا كثير من عدنا مثلا أنت نصحت الآن إذا أو المحل مسوي لك الحساب غير الباسورد أو غير الحساب، والكثير من عدنا ينسون بعض المعلومات اللي على هذا الحساب فيروحون يسوون حساب آخر، حساب جديد. الحساب القديم كيف ممكن نتخلص من عنده؟ يعني أنا عندي حساب اليوم أريد ألغي كل المعلومات اللي عليه وأسوي حساب جديد. بسيطة، أنت اليوم إذا تتكلم على معظم الحسابات الأندرويد على الجيميل، نعم. معظم الحسابات الآيفون على الآيتيون وغيرها، نعم. كل هالحسابات تعطيك إمكانية أنه تسوي ديليت الأكاونت أو كلوز الأكاونت مالتك وتروح أنه تغلقه. ببساطة إذا بالجوجل بس أبحث أنه كيفية أغلق الأكاونت مالتي، حيعطوك لينك، هذا اللينك تروح عليه راح يسألك مرتين أنه فعليا تريد تغلقه، دخل الباسورد مالتك وبينلغي نهائي، وبالتالي على نفس رقم شريحة السيم كارت أقدر أعمل حساب آخر لو يراد أغير. لا لا لا، تقدر تعمل حساب آخر، أنت تقدر تناقل الرقم من حساب إلى حساب، حتى إذا كانوا الحسابات موجودة فتقدر تغير الأرقام بين لكن الحسابات. ما ينفع أنه حسابين على رقم واحد. هي ما مفضلة انت يعني، هي عمليا انه ما اعتقد مسموحه اصلا. مسموح؟ لا مسموحه في بعض التطبيقات. تعتمد هنا من جهه الى جهه، اكو بعض الجهات تسمح اكو بعض الجهات ما تسمح. بس بصوره عامه انت من تجي عمليه الريكفري او عمليه اعاده الحساب يفضل انه يكون مرتبط برقم واحد، لان حتى على عمليه المزامنه وغيرها ما تعرف انت شو مودي لهذا الحساب وشو مودي لهذا الحساب، فهي نقطه مهمه. طيب استاذ احمد، هل هناك معلومات جديده على 2016 على الانترنت غيرها؟ هذا العالم المليء، التغيير مستمر. التغيير مستمر طبعا بالتاكيد، لكن هل هناك اخر تغييرات وتحديثات يمكن ما انتبهنا عليها او حتى ممكن انه بالملموس ما موجود في الشيء؟ اذا نتكلم على 2016 فما موجود في الشيء، عدا انه التطوير الحالي اللي موجود هو بقضايا الهولوجرام وال3D، يعني اللي يحاولون انه ينشرون ال3D، لان هذه الانتقاله المؤقته هسه للجيل القادم من الشاشات اللي تكلمنا عليه باكثر من حلقه. بالضبط. هذه مهمه جدا، عمليه التغيير الفعلي لقضية الـ يعني الحسابات وغيرها والموبايلات، ماكو في التغيير جذري بالموضوع هذا. أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك ولتواجدك معنا اليوم. مشاهدينا، يبدو أن مقولة كوكب اليابان الشقيق
التي يرددها نشطاء تويتر وفيسبوك ليست خيالية تماما، إذ يبدو ما يحدث في هذه البلاد أغرب من أغرب مثاليته إلى الخيال منه إلى الحقيقة، كما هو الحال في قصة طالبة تقيم بجزيرة هوكايدو والتي لا يمكنها الذهاب إلى مدرستها الثانوية إلا عبر قطار يمر في محطة كاميشيراتاكي القريبة من بيتها، غير أنها المسافر الوحيد الذي يحتاج إليه، إذ لا يستخدم مو أي أحد آخر غيرها طوال الأسبوع. كانت فكرة غلق هذه المحطة أحبتي المشاهدين التي تم افتتاحها عام 1932 قد طرحت في الصيف الماضي، وذلك لعدم وجود مسافرين آخرين عدا هذه الطالبة الواحدة، وبالتالي عدم وجود أي مداخيل منها، غير أن شركة السكك الحديدية اليابانية قامت برفض الفكرة تماما وأكدت أهمية بقاء هذا القطار من أجل الحفاظ على المسيرة الدراسية للفتاة وعدم تعطيلها، كما تم التجديد على ضرورة تعديل مواعيد مرور القطار لتكون مطابقة لمواقيت ذهابها وعودتها إلى المدرسة، تفاديا لأي تأخيرات تشتت تركيز هذه الطالبة في مشوارها التعليمي. وقررت السلطات اليابانية المختصة حسب ما أعلنته قناة CCTV أن تضمن للفتاة بقاء هذا القطار في خدمتها حتى انتهائها من دراستها وحصولها على الشهادة. يحدث هذا في اليابان تأكيدا على تقديسهم للعلم ولطلابهم الذين يمثلون مستقبل بلادهم، في حين يقطع الآلاف الأطفال العراقيين حتى الآن مسافات طويلة سيرا على الأقدام من أجل الوصول إلى المدرسة، ويبقى عدد مخيف منهم معرضة للإرهاب والعنف والجهل بكل أشكاله، الأخوة النازحين والأطفال اللي ديعانون من الجهل، من الفقر، من التعب، وأيضا من قلة المواصلات، سير على الأقدام حتى يصلون المدرسة، وبالأخير المدرسة هي عبارة عن حيطان من طين ويجلسون على الأرض. ما هي هنا المشكلة؟ والطفل العراقي يفترض أن يكون هو الطفل الأكثر تدليلا والأكثر نجاحا، وأكيد سجلت كل الدراسات والمتابعات والإحصاءات أنه العراق هو من البلدان المتأخرة حاليا بالعلم، وخصوصا من شريحة الأطفال مع الأسف. يعني شوف الخبر هذا وين، متسربين من المدارس وخارج مقاعد الدراسة والتعليم. أعزائي المشاهدين، هذه عودة مجددة. مهنة تزيين الصدف والإربك والأرابيسك تعتبر واحدة من المهن التراثية القليلة الانتشار في العراق. ضيفنا في الاستوديو الفنان إبراهيم خضر يعشق هذه المهنة، خلونا نرحب به ونسأل عنها بصورة عامة. أهلا وسهلا بك إبراهيم، شلونك؟ الحمد لله على حبيب. إبراهيم احشينا شنو هاي الأشياء الجميلة اللي قدامنا وما هو هذا الفن بالتحديد؟ بالبداية أحب أرحب بحضرتك. هو هذا هو فن قديم، فن تراثي يرجع إلى يعني إلى مئات السنين، يعني 400 سنة 500 سنة، يمكن إلى علاقة بالفنون الإسلامية. أي نعم، فن إسلامي قديم. هو أساس هذا الأساس هاي المهنة هي الخشب المطعم بالصدف، مطعم بالصدف البحري، يكون إضافة يعني الخشب المصدف والأرابيسك اللي هو فن الأرابيسك. كلمة أرابيسك باللغة الروسية معناها عربي، يعني يرجع إلى العصور العربية القديمة والعصور الإسلامية. نعم، اللي طبعا يعني ابدعوا بهذا الفن. يعني الروس كان لهم علاقه بهيك نوع من الفنون؟ لا، هي يعني الروس كانوا يمكن اكثر ناس يعشقون هذا الفن، لذلك الكلمه صارت انه ارابيسك، هي باللغه الروسيه يعني معناها عربي. فهو فن عربي قديم وفن تراث اسلامي، يعني خلينا نقول. اي نعم. طيب ابراهيم، هذا تصديف، هذا نعم، هذا اللي يلمع من فوق. نعم. يعني شنو هذا؟ نعم، هذا هو شلون يعني هذا الصدف يدخل في يعني. نعم. صناعة الصدف تدخل في مراحل عديدة. المرحلة الأولى هي يحضرون الخشب اللي يتصدف، عرفتي شلون؟ المرحلة الثانية طبعا يبدي انه يحط الصدف وحدة على المكان نفسه. أي. ويبدي المرحلة الثالثة، يبدي يحط المعجون اللي يلزقها. المرحلة الرابعة يبدي يعني هي مراحل عديدة، إضافة إلى هذا توصل المرحلة الأخيرة اللي هي السنفرة، ويجعلها بهالرونق هذا وبهالشكل هذا. طيب إبراهيم، هذا النوع من الفن اللي هو
شنو سميته أنت بالتحديد اسمه؟ اسمه فن تصديف الخشب والأرابيسك. فن تصديف الخشب موجود بالعراق يعني يسووه هنا النجارين؟ في العراق هنا يعني ما يسووه، لأنه هو اللي اشتهرت بها، يعني اللي اشتهر بهذا الفن وأساس هذا الفن هو اشتهرت بها مصر والمغرب وسوريا أكثر شيء اللي كانوا يشتغلون هذا الفن. طبعاً حتى نشوفها بمسلسلاتهم يعني. نعم. خصوصاً التراثية يطلع يعني مثلاً في أحد الزوايا. نعم. الكناتير مالتهم، أتصور حتى القنفات. نعم. اللي هي هذه من الأمور اللي هي الصندقشة وأيضاً. نعم. الطبلة موجودة نشوفها. أي نعم. أي لانه هم يعني هم اكثر ناس طبعا اشتهروا بهذا الفن. اضافه الى هذا يعني يرجع الى التاريخ القديم، يرجع الى قلت لك يعني الى 400 او 500 سنه. فهم اكثر شيء اللي اشتهروا بهذا الفن. طبعا اضافه الى هذا اكو بال يعني اكو بالعراق ناس يعني يشتغلوا، بس تدرين ويا مع الوقت يعني، لانه هذا الفن يعني يراد له خلق خلينا نقول طويل، ويراد له نفس طويل بالعمل، مدة زمنية طويلة بالعمل. نعم. اي نعم. ايش قد تقريبا يعني مثلا خلينا هذا كله هاند ميد؟ اي نعم هاند ميد 100%. نعم. هاند ميد 100%. ياخذ تقريبا يعني خلينا نقول انه شنو يعني مثلا هذه اللوحة. نعم. على سبيل المثال هذه اللوحة تقريبا تاخذ لها 12 يوم صناعة الى اكثر، ما عدا شغل النجارة يعني، ما عدا شغل الخشب بس تصديف فقط ياخذ 12 يوم. فشغله طويل ويراد له نفس طويل طبعا بالعمل. اضافه الى هذا فن الهاند ميد او خلينا نقول الهاند ميد بشكل عام يبين بالصناعه. نعم. لانه هو يصير بي ديفكت يعني يصير بي يعني يبين انه هذا صنع يدوي مو مال. نعم. مال يكون أو يكون اسيمتريك، يكون ما متناظر يعني. اذا تجين تشوفين مثلا اكو صدفايه قاعده مثلا بمكان عدل، الثانية مثلا قاعدة بمكان شوية مثلا مفترة او شوية مثلا ماخذ مثلا زاوية معينة، وهذا مقبول انه تكون مفترة اكيد. هذا هو لانه هو يعني جماليته انه هذا جماليته. نعم. انه هي تكون بالصناعة اليدوية انه هو يكون بديفكت، يكون بي مثلا فد خلل او مثلا فد شيء. نعم. جماليته بهذا الشيء لانه صناعة يدوية. شغل عامل مو شغل ماكينة يعني. هذا الاصداف اللي موجودة هنا كلها يعني وحده محطوطه، مو وحده محطوطه على ايد يعني على ايد خلينا نقول الفنانه انا اسميه او خلينا نقول الصانع اللي يشتغله. وحده ياخذها بالملقط، ياخذ وحده ويخليها لحد ما يطلع بالنهايه هذا المنظر، لحد ما يكون يعني لحد ما يسوي هذا المنظر بنهايه الشغل. وبالنتيجه يمكن الفنان اللي عنده هذه الموهبه ايضا يورثها بالضبط لاطفاله حتى تكون. أي. يعني مهنه متوارثه. اي نعم. هي يمكن هذه المهنه ما أخذت يعني خلينا نقول ما منتشرة جدا أو مثلا ما أخذت في نطاق واسع. السبب أنه طبعا هي أسباب عديدة، بس من يعني خلينا نقول من ضمن هذه الأسباب أنه أكو فد سبب. الفنان اللي يشتغلها يورثها لابنه يعني هاي فعلا هذا حتى صارت وياي هذا الشيء. يورثها لابنه يعني مثلا إذا أجي أنا مثلا على إيده أريد أشوف هو شلون دا يشتغل يعوف الملقط ويقعد لحد ما اني يعني اي لذلك يعلم ابنه بس. يعني نعم. يعلم هذه يعني سر المهنه. بالضبط سر المهنه وشيء متوارث يعني فلذلك. نعم. ايضا ابراهيم عندنا هذه الطبله طبعا. نعم. اللي هي ايضا هاند ميد و بها هذا الخشب اللي هو اللي قلت لي انه ايضا ياخذ فتره زمنيه طويله. بالضبط نعم صحيح. هذا المشبك احكي لنا شويه عن هذا. هذا هو طبعا هو الصدف هو هذا اللي احنا حكينا عليه، وهذا المشبك هذا هو الارابيسك يعني كلمه ارابيسك هي هذا المشبك. هذا شنو؟ هذا هو هذا الفن التراث الاسلامي، هو هذا بالتحديد يعني اللي هي الارابيسك. هذا الـ يعني الخشبايه مثلا نفسها يكون مثلا مجموعه من البولز الخشبيه يجمعها كلها حتى بالنهايه يطلع هذا الشكل يعني. تاخذ مده زمنيه يعني تقريبا هذه الطبله على سبيل المثال مثلا يعني تخلص تقريبا يعني اسبوعين يلا تكمل، ما عدا شغل النجاره. اي نعم. يعني تاخذ فتره زمنيه طويله. نعم. طيب يعني هذا النوع من الفنون اليوم ببغداد كيف اقبال الناس عليه؟ يعني عاده المشتري العراقي. نعم. هل يقبل على المواد المصنوعه يدويا؟ نعم. او النوع هذا من الفنون اللي. نعم. يكون هاند ميد ويكون بشغل دقيق، ولا ربما يكون
أسعارها تكون غالية لو متوسطة؟ لا لا أسعارها لا أكيد مو متوسطة، يعني خلينا نقول بالمؤاتي، يعني سعرها مثلا يعني مناسب، مناسب يعني مناسب أنه للشراء خلينا نقول. إضافة إلى هذا الإقبال عليها كان في بادئ الأمر، كان يعني في بادئ الأمر كان مو ذاك الإقبال الشديد، بس بعدين طبعا مع مرور الوقت بدأ يعني بدأت الناس تعرف، أو خلينا نقول بدأ الزبون، بدأ المشتري يعرف أنه يعرف هذا الفن لفت قيمته ولفت يعني خلينا نقول وضعه، بدأ يعرف أنه هذا هاند ميد، فلذلك بدأ يشتري وبدأ يقبل عليه والحمد لله يعني. طيب هل من الممكن أن تشتركون بمعارض بهذا النوع من الفنون؟ صار وياكم هيك شيء؟ أي نعم، إحنا قبل إحنا في بادئ الأمر في بالبداية اشتركنا بمعرض في أربيل. نعم. وقبل أسبوع. يمكن كان أكو. نعم. بعد أكو قطع مكتوب عليها أربيل وبغداد. بالضبط صحيح. قطع هي قطع يعني إحنا سويناها. يعني طلب مخصوص هاي أنا سويتها قطع لآثار العراق وقطع لي يعني خلينا نقول شلون يعني الأماكن الأثرية اللي موجودة في العراق والأماكن التراثية والتاريخية. اشتركنا بمعرض اللي هو معرض أربيل، وبعد فترة بعد قبل تقريبا أسبوع اشتركنا ببزار تحدي اللي صار بحصان الزيتون، والحمد لله كانت مشاركة طيبة ويعني يعني طيب عادة الناس من تجي تشتري من هذا الهاند ميد، يعني شنو القطع أكثر شيء اللي ياخذوها؟ ها في الغالب طبعا ياخذون القطع الصغيرة، القطع الصغيرة اللي هي مثلا مثل هذا العلبة، هذا هاي العلب يمكن للمجوهرات. أي نعم. أو هذه علبة تفيد مثلا لل أي مجوهرات، تفيد للقطع الصغيرة من المجوهرات، إضافة إلى هذا ممكن تفيد مثلا همين كاسات مهار وهيك شيء. هو أساس الموضوع أساس يعني فن صناعة الصدف، هي كانت أنه شنو مثلا على سبيل المثال هاي الصندقجة، كانوا الناس يعتقدون أنه في حالة لو إذا أنا أسوي مثلا صندقجة خشب وحط بها صدف راح يعني راح يزيد الرزق، راح يحطون مجوهراتهم وفلوسهم والأشياء اللي هي الثمينة اللي عندهم يخلوها داخل هذه الصندقجة. فلذلك شنو لأنه صدف هو صدف بحري، عرفت شلون؟ ويعني يعني فكانوا يعتقدون أنه مثل اللي يصير بيها رزق وهالشيء، لذلك هي أكثر شيء لهذه العلب الصغار والصندقجة هي أكثر شيء اللي تنباع لأنه يحطون بها المجوهرات والأشياء الثمينة. طيب أستاذ إبراهيم شكرا جزيلا لك، وشكرا لوجودك ويانا اليوم بالاستوديو وخليتنا نشوف هذه المواد الجميلة اللي جايبها. بالتوفيق يا ربي. مشاهدينا ننتقل إلى مواضيع أخرى من فقرات برنامجنا لهذا اليوم. أمراض شائعة قد تصيب معدتك وكيفية علاجها، ويعتبر الاهتمام بالمعدة اهتماما بالجهاز الهضمي كله لاعتبار البوابة الحقيقية لبطنك، فإذا اخترت لها ما يناسبها من أطعمة لن تشتكي من أمراض البطن، فهي تتولى مهمة هضم الطعام وتحويلها إلى جزيئات صغيرة لتدفعها إلى الأمعاء لتتم عملية الهضم والامتصاص. فقرتنا الطبية لهذا اليوم مشاهدينا تسلط الضوء على أمراض المعدة وطرق علاجها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور كمال مكي. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. شلون الصحة؟ تسلمين. أهلا بك دكتور. شكرا. دكتور نتعرف أولا على وظيفة المعدة في الجسم، بما أنه هي الجزء المهم جدا وهي بيت الداء وهي بها تفاصيل كثيرة يمكن يجهل بعض الناس ولا يعرف ما مدى خطورتها على صحة الإنسان. صباح الخير لكل المشاهدين. في بداية الحديث عنا نشكر قناة المدى قناتنا الحلوة على إتاحة الفرصة إلى التحدث مع المواطنين بموضوع الأمراض المعدة والجهاز الهضمي الشائعة، وبالنسبة يعني الموضوع هسه الموجود اللي هو يعني الأمراض اللي تصيب المعدة. طبعا المعدة هي من يعني الأجزاء اللي جدا مهمة. نعم. بالنسبة للجسم تستلم الغذاء عن طريق المريء، عن طريق الفم أول شيء، عن طريق المريء إلى المعدة، فتقوم بهضم الغذاء وبعدين دفع الغذاء طبعا هاي للأمعاء، وراها يبدي الهضم بالنسبة للأكل. فأي شيء يدخل هو يعني عن طريق الجسم يجي للمعدة بالنسبة للهضم مالته، بعدين يروح إلى أسفل الأمعاء يكمل الامتصاص، والغير المواد الغير ممتصة تطرح خارجا بالنسبة لما فوق. الوظيفة المعدة طبعا هو الهضم بالنسبة للأكل،
والهضم تعرفون يعني لازم يتحول الى مواد يعني سهله الامتصاص على مود الامعاء تبدي تستلم المواد اللي ممتصه وتمتصها الى الدم وكل يعني تروح الى الاجزاء الاخرى من الجسم مثلا قسم الى الكبد قسم الى مكان ثاني على مود تاخذ دورها في نمو الجسم واعطاء الطاقه الى الجسم. فاحنا يعني من الوظيفه الرئيسيه مالتها هو هضم الى اجزاء صغيره وتمتص عن طريق الامعاء وراء الهضم وثم تروح الى انحاء جسم البقيه. طيب الى الخلايا. الامراض اللي تصيب المعده طبعا هو اكو يعني كثير من الامراض بصوره خاصه يعني هسه احنا بالفتره الحاليه الوضع النفسي طبعا تدري احنا الظروف اللي دا يعيشها البلد طبعا القضايا النفسيه هواي تاثر من الاشياء اللي يعني السبب الرئيسي اصلا سبب رئيسي بالنسبه زيادة الإفرازات الحامضية مال المعدة فتقوم تأثر على الهضم تأثر على الوظيفة مال المعدة إذا بالهضم وإذا بالدفع وإذا بكل الأشياء الأخرى. فالأشياء النفسية واحدة من القضايا المهمة اللي تأثر على المعدة. إن شاء الله الثانية التدخين. الثالثة هي طبيعة الأكلات اللي تطب للمعدة يعني أكو أشياء كلش ثقيلة إحنا اللي باللغة مالتنا بنقول عليها مثلا دهنية زايدة سكريات زايدة الدهون أيضا الكمية مال الأكل اللي نأكل بعض اللحوم اللي هي معروفة أنه تسوي سايد افكت والمضاعفات بالنسبة من تدخل المعدة والجسم مثل يعني اللحوم الحمراء هذه يعني معروفة أنه بها سايد افكت هواي بالنسبة للجسم فأكلها لازم واحد يقلل منها. بالنسبة الحالة النفسية لازم واحد يعني يطبع نفسه انه ولو يعني قسم يقدر قسم ما يقدر يعني كلش تأثر. طيب دكتور معنا اتصال هاتفي اذا تسمح. صباح الخير يا ماجد. نعم. الو ماجد. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين وعلى الضيف الدكتور. اهلا ومرحبا بك. ممكن احكي شوي دكتور؟ تفضل دكتور يسمعك. تفضل. صباح الخير دكتور. هلا وهلا بك صباح الخير. دكتور انا عندي قرحه بالمعده. نعم. يعني من عضوض صار عندي يعني تهيجات تاذيني بالمعده. نعم. ويا الضوجه؟ اي ويا الضوجه من عضوض. نعم. نعم. يعني تاذيني حيل يعني صار عندي نعم. يعني حتى لعبان نفس صار عندي وصار عندي خنقه بصدري. نعم. يعني شنو اللي شنو علاجه؟ بالنسبه لعلاج القرحه طبعا اذا مثبت القرحه طبعا تدري عندي التشخيص مالتها بحالتي يعني اما انا اخذت تحاليل مو بس تحاليل هي التشخيص مالها 100% ناطور اي احنا قبل يعني قبل الـ 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 الادويه بس نحكي على يعني التشخيص مال قرحه الاثني عشري او قرح المعده طبعا تشخيصها هذه اما بالاشعه الملونه واما بالناظور يعني الناظور اكثر شيء هو الشيء اللي نمشي عليه بالتشخيص مال القرحه. القرحه من تشخص؟ اخذت انا ناظور، اي بالضبط. بالضبط، يعني هو شنو القرحه اذا بتعرف العلاجات مالتها معروفه، يعني واحده من الاشياء طبعا قطع التدخين، هاي واحده من اهم انا ادخن طبعا بالمناسبه انا هم ادخن. كل ظل تدخن معناه ما تطيب عندك. تترك السيجاره، هذا واحده من الشغل. يعني حتى يعني بالايام العاديه ما احس اي اكثر شيء من ابوتي يعني تاذيني هي الضوجه يعني الضوجه طبعا قلنا احنا بالبدايه حكينا انه اكثر شيء اثر على المعده ويخليها تفرز افرازات زايده هو القضايا النفسيه واحده من الاشياء المهمه والثانيه الجقاره كلش يعني تاثيرها كلش قوي على القرحه اذا حتى اذا طابت ترى ترجع مره ثانيه اذا ما تنترك الجقاره حتى اذا طابت تعرف يعني دكتور تعرف احنا الشعب العراقيين يعني عصبيين وضوج بسرعه يعني شو هالحاله يعني لازم العراقيين كلهم فيهم قرحه. طيب يعني القسم هو ما تصير باي واحد هي اكو نسبه بالبشر تصير به يعني ما تصير بكل البشر يعني قسم هو يكون مرشح اكثر يعني معروفين قسم مثلا اللي يظل قد ماكو يحرق زايد هاي الشغلات اكو ناس يعني مو 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 واحد يختلف عن واحد بهالدرجه مال الشغلات النفسيه والعصبيه. شكرا جزيلا للاخ المتصل دكتور. دكتور انت العلاج الرئيسي يعني الراحه يعني ما اظن العلاج الرئيسي يعني طبعا تكون الراحه النفسيه وترك التدخين. راحه نفسيه ترك التدخين وترك التدخين عندك الادويه اللي تاخذها امبرازول من ضمنها اكو مضادات الحساسيه اللي هي جماعه التجمنت والزانتاك والفاماتيدين ذنيه بالاضافه الى الحبوب اللي ضد الحموضه
والراحة إذا واحد همتين يعني يحتاج راحة. دكتور طبيعة الغذاء أيضا يؤثر على القرحة يعني. طبعاً. السبايسي والحار والبيتوابل. بالضبط النذني. الطرشي غيرها يبتعد عنه. الأحماض والسبايسز يعني بالنسبة لهذا يعني هاي البهارات مبهارة ذني كلها تمنع إذا واحد أدى قرحة لازم كل شيء يبتعد عنها. طيب دكتور القرحة أنت ذكرت أنه هي حتى ما بعد العلاج يعني هي ممكن أنه في حالات هناك لها علاج، هل هي أنواع القرحة؟ هناك قرحة واصلة مرحلة يعني ما لها علاج بس مجرد أنه تقدر تتوقع من عندها، أنه ترك التدخين، ترك العصبية، ترك الحالات هاي النفسية المتأزمة والستريس وغيرها. هي هذا كله جزء من العلاج بس أكو مثلا أنواع القرحة سألنا القرحة بالمعدة مو نفس القرحة اللي بالاثني عشرية طبعا هناك أكو أسباب ثانية اللي واحد لازم يدور عليها ولهذا بالناظور من نجي يعني الناظر طبعا شخص أكيد يأخذون منه حتى عينة نموذج يأخذون اللي يسموه زرع هنا جماعة عندنا بالعراق احنا نسميه الزرع فبالزرع يبين إذا أكو قسم منها يعني حميدة وقسم غير حميدة هاي بالنسبة للمعدة الاثني عشرية عادة يعني هي حميدة بس شنو يعني العلاجات عفوا بالاثنى عشر حميدة أكثر شيء بالمعدة لا بالمعدة تكون يعني بها قسم منها مو حميدة إذا الخطورة بالمعدة مو معدة أكثر خطورة طبعا مرات تجي وأكو قرح تجي يعني بسبب مثلا تناول الأدوية قرح السطحية تصير هاي حادة بينما القرحة المزمنة اللي نقصد بها احنا قرحة الاثنى عشر هذه دكتور المشروبات الغازية تأثر على قرحة المعدة؟ يعني المشروبات الغازية والكحولية أيضا الكحولية طبعا 100% تأثر 100% والمشروبات الغازيه يعني تاثير مو ذاك التاثير القوي بس هي المشروبات الغازيه يعني هسه بالجديد تاثيراتها اكثر شيء طبعا هسه احنا اني لجميع يعني نصيحه انه لا يتناولون يعني بالنسبه للمرض السكر طبعا واحده من اسبابها هسه بحوث ودراسات على بالنسبه العصائر ذني اللي هي القواطي اللي تنشرب يعني حتى السكر ده سوي الا انه هي بها مواد حافظه وايضا حتى ملونه وغيرها كثير من المواد موجوده بهذه العصائر يعني اللي تباع العصائر بها هواي مواد يعني بها حتى السكريات مالتها قسم منها مال الدايت اكو دراسات انه حتى تسوي شغلات مو زينه يعني اورام اذا يعني هي الاقتراب من الاكلات الخفيفه وايضا النظيفه وايضا حتى تكون اكلات يمكن صحيه اكثر طبعا يعني بعيد عن اللحوم مثل ما ذكرت اللحوم الحمراء هي تسبب امراض القرحه يعني لا هي زايد الاعراض بالنسبه لي انه هضمها شوي اصعب يصير واذا كميه هواي هم زايد الاعراض هذه يعني بيراد اكلات خفيفه ويعني إذا فريكونت أكثر من 3 مرات وصغار زارهم أسهل يصير على المريض أسهل إيه. دكتور سؤال أخير لو تسمح الماء هل هو علاج لآلام المعدة؟ الماء طبعا هو إذا الماء البارد طبعا هو الماء شنو كثرة شرب الماء طبعا تفيد أول شيء تغذية الجسم تغذية الجسم والتخفف إذا حموضة زايدة هماتين ها واحدة من الأشياء هاي إذن علاج أي طبعا علاج دكتور كمان شكرا جزيلا لك وتواجدك معنا اليوم ممنون مشاهدينا هل يخشى الرجل المرأة الذكية أكدت دراسة أجراها مكتب شؤون الأسرة في فرنسا أن 70% من الرجال عندما يقدمون على الزواج يختارون المرأة الذكية بل يفضلون متوسطة الذكاء ويهربون من المرأة الناجحة والمتفوقة في عملها لاعتقادهم أنها ستكون بمنزلة كمبيوتر يرصد الأخطاء ويحاسبهم على كل شاردة وواردة حتى فرنسا تخيل يعني معقولة لهالدرجة هذه وين يعني مو بس يعني. الأزمة بالشرق الأوسط حتى فرنسا عموما أعزائنا المشاهدين إذا كان هذا رأي الرجل في فرنسا عاصمة النور والحرية والثقافة كما يزعمون فما هي حال الرجل الشرقي الذي كرست لديه ثقافة المجتمع أو كرست لديه ثقافة المجتمع فكرة تفوقه على المرأة الزميل يزن ساجد يستطلع الآراء حول هذا الموضوع صباح الخير أعزائي المشاهدين لماذا يحرص بعض الرجال على أن تكون زوجاتهم أقل منه ذكاء ومركز اجتماعي وهل المرأة الذكية تقف حاجز أمام عالم الرجل داخل المنزل وخارجه إذن أعزائي المشاهدين فقرتنا لهذا اليوم لماذا يتخوف الرجل من ذكاء المرأة تابعونا طبعا مو كل رجل يخاف من ذكاء المرأة بالعكس هو ذكاء المرأة
هو نجاحها من نجاحها ومن نجاح العائلة أيضا، يعني لأن هي جزء أساسي بالعائلة. لكن أكو بعض الرجال اللي نقدر نقول تربية ذكورية عندهم، عندهم عنصرية نقدر نقول أو تمييز، فيخاف من يخاف من قوة المرأة أو ذكائها، لأن هو متعود أن يكون بالصدارة، فما يتحمل أن تكون مرأة منافسة إليه. مجتمعنا ما في افتخار، بالعكس إحنا ما نفتخر أنه الزوج دائما يميل إلى المرأة متوسطة الذكاء، بسبب أنه يقول لك أنه المرأة الذكية نستبعدها أو يعني تفقد من أنوثتها أو تفقد من ذكائها. الرجل الذكي والرجل صاحب الشخصية القوية هو الذي لا يخاف، بالعكس المفروض أنه هو اللي يشجعها وهو اللي يدفعها للأمام حتى تصل إلى أن تكون بجانبه وليس خلفه. وهذه المقولة اللي احنا ودعناها انه امام وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، بالعكس احنا نريد بجانب كل رجل عظيم بجانبه امرأة عظيمة، وبنفس الوقت هو ايضا تستمد عظمتها وتستمد شخصيتها وتستمد قوتها من هذا الرجل اذا كان هو شخص ناضج وشخص واثق من نفسه ولا يغار من علميتها او من ذكائها او من تقدمها. العامل الاول هو الغيرة، يعني نشاهد بأن هذه الظاهرة لم تكن يعني متواجدة في المجتمعات الغربية، في المجتمعات الشرقية أيضا يعني تراها مثلا موجودة ظاهرا في البيت. لما عندما تكون الأسرة منسجمة ويعني على ما يرام لا يوجد هذا الشيء، ولكن عندما يحس الرجل بأن المرأة تفوقت عليه في الوظيفة في العمل في الشهادة في الدراسة حتى في الأمور المنزلية، يعني ينزعج يثير عنده القلق والانزعاج. إذا كانت هي ذكية راح تسيطر، هي طبعا تعرف شلون تمشي أمورها على الأقل، تعرف شلون تتعامل وياه وتعرف شلون تمشي أمورها. بس الرجل الموظف وثقافته اللي تختلف عن ثقافة الرجل العادي راح يعرف شلون يسير الأمور، يعرف شلون يلزم العصا من الوسط. نعم تخوف منها، ليش؟ لأن راح تحاول تدرسك من كل جوانبك، والرجل ما يحب المرأة تدرسه من كل جوانبه. ما هي الجوانب اللي عند الرجل؟ يعني تجي النفسية المالية بالذات، هاي النقطة اللي انطلقت عليها كثير من الأشياء عنده وانطلقت من كل جوانب حيث صنفت بكل الأصناف. بين المرأة لو كانت ذكية تسيطر على الرجل، لا تسيطر عليه من كل، ونعم تسيطر على ثقافته وتحاول أن تشاركه في عدة جوانب، ولكن هو في فلسفة حياته لا يحب أن يشارك به زوجته. رجعنا معكم أعزائنا المشاهدين، لاحظنا آراء المستطلعين أو بالأحرى المستطلعات، لأن الكل كانوا من النساء. لا أكيد كان من أكو قد واحد اثنين. إيه لازم نسأل يعني الرجال. إيه فالمفروض أيضا أكو هنا مساواة، تسألون رأي الرجل بما أنه اليوم هو الموضوع استهداف مباشر وصريح للرجل. كنت ثلاث ثواني وحدي، وحتى جابي لي ضيفة اليوم معانا دكتورة شيماء. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة الله عليك، هاي عدالة يعني بالموضوع، تنادون بالمساواة والمساواة والمساواة، يعني الإنسان من يتمنى شيء نفسه يعطي للآخرين أيضا. لا هي عدالة، لأن أنا رح أكون موضوعية ما رح أنحاز. بالاستطلاع نساء الآن بالاستوديو ثلاث نساء جميلات وأنا الوحيد اللي جالس بيناتنا، وأنت الوردة بيناتنا. الله يخليك. شان ذكاء تعاطي. زين خلينا نحدد مفهوم الذكاء بداية دكتورة. نعم. شو نقصد بالذكاء؟ خلينا نكون أكثر واقعيين ونعطي مفهوم للذكاء يكون مفهوم للكل. إحنا أول ما نقول ذكاء يروح فكرنا إلى التحصيل والتفوق. نعم. بالدراسة والشهادة والمدرسة والكلية دارسة. نعم. هو ليس هذا الذكاء
فقط، هذا نوع من أنواع الذكاء. لكن في موضوعنا اليوم إحنا الذكاء اللي راح نتناوله اللي يتناول ذكاء المرأة العاطفي، الذكاء العاطفي أو الذكاء الانفعالي، هاي آخر ما توصل إلى العلم إن هناك ذكاءات سبعة، هي ليس ذكاء واحد. نعم. من الذكاءات السبعة هو الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي اللي يتميز به بعض البشر وليس كل البشر. زين، يعني فعلا الرجل يخشى المرأة الذكية؟ نعم يعني؟ أكيد يخشى المرأة الذكية، كون راح تكشف ما يخبيه اتجاهها واتجاه الآخرين. لأن هنا راح يكون ذكاء المرأة يتوجه في قراءة الآخر وتضع توقعات مسبقة، تضع أشياء قد حاسة السادسة يعني أنا سبيها الحاسة السادسة يكون عندها شك مسبق بالرجل، حتى لو الشك يختلف عن اليقين. صح، على فكره هو مو كل رجل راح تكون عندها راح توجه هاي القدره الخارقه، لان هي هاي قدرات ذكائيه. نعم. عاليه راح تكون الاقرب الناس اللي تحبه او اللي تكون زوجها او اللي، فتوجه كل هذا التفكير كل هذا الذكاء اتجاه صب اتجاه هذا الشخص، واكثرها الازواج اتجاه زوجها، يعني الزوجه اتجاه زوجها. فاحيانا تضع مسبقا يقول تقرا افكاري، فاحيانا حتى يتحاشى يكون امامها، يعني يصورها انه راح تقول له انه هو شنو نيته او شنو مخبيه شنو دا يخطط او شنو دا يخطط هو من هذا. اما التفوق في مجال العمل ممكن زميلها يخشاها لان يعرفها هي صاحبه قدره، فراح نانا يكون هو مرتبه اقل منها لما تبدع راح تتوجه الانظار لها، فهو راح تطفى عند الانظار. طيب دكتوره شيماء، هل الذكاء يعد نقطه سلبيه عند المراه؟ هل الذكاء اصلا هو مكتسب ام هو وراثه ام هو طبيعه، هو تميز من عند الرب لهذه الانسانه هذه؟ يعني مو كل النساء اعتقد انهم اذكياء هذه الدرجة اللي نتكلم عنها اليوم. أيضا بالتالي هو يخاف الرجل المرأة الذكية لقراءة أفكاره إلى آخره وما يخبئه من مواضيع، لكن هل الذكاء يعد نقطة سلبية عند النساء؟ عفوا، لا بالعكس، يعني هي نعمة من نعم رب العالمين أنه يهبنا قدرات خاصة. نعم. ومنها الذكاء، يعني سواء للرجل أو المرأة، يعني أصحاب القدرات الخاصة العالية إحنا نسميهم هاي ما مميزين. نعم. وهم على فكرة أعدادهم ترى قليلة أعدادهم قليلة بالمجتمع. نعم. يعني ما يكونون بكم هائل. نعم. لهذا هذول لأن الناس أو النساء يكونون مميزات، هم يعني إذن إضافة للمميزات اللي عندها كأنوثة كجمال إلى آخرها وتحصل دراسي أو حسب أو نسب، تكون هي مميزة أيضا بذكائها، لكن نانا راح تكون هي عندها نقطة سلبية. طيب شنو رأيكم نستمع إلى رأي كفاح من بغداد يتصل بينا؟ صباح الخير يا كفاح. صباح الخير عليك وعلى الحلوين وحضرتك. أهلا ومرحبا بك كفاح، شنو رأيك بالموضوع؟ فعلا الرجل يخشى من المرأة الذكية؟ بالنسبة صوت التلفزيون حي. اكو نقطة مهمة. نعم. بالنسبة للمرأة، أنا أحييهن وأحيي الدكتورة. بالنسبة للمرأة دهائها أكثر من الرجل، الرجل بالنسبة للمرأة فقير. طيب. أي بعدين. يعني هذا السبب يخلي الرجل يخاف من المرأة؟ والله الله يكون في عوننا، وتحياتي لكم وشكرا. تحياتنا لك يا كفاح. كفاح يقول الرجل فقير والمرأة أكثر دهاء من الرجل. يعني حتى يعني المقرد اللي يبدو من هذا التصريح أنه هو فعلا خوف. لا ما حسنتي، دهاء وليس ذكاء، هو أعلى درجة من الذكاء. أو نوع من أنواع الذكاء ربما. لا الدهاء هو ليس هو المكر، يعني بمفهوم اللغوي هو المكر، وهو يعني اتباع الخداع. لكن الذكاء ليس مكر، وانما هو نعمه من نعم رب العالمين. هي قدره. أكو واحد ماكر هو مو ذكي. لان هو لو ما ذكي ما كان صار ماكر، ما كان نفعت وياه. احيانا ياخذ الاسلوب مو احيانا ياخذ الاسلوب الملتوي، يعني بالذكاء او يعني ليس الطريق. لكن الذكاء لا، هو اللي يكون واضح يعني
يشهد للكل بتفوق العقلي او الذكاء اللي يكون نقول كلش ذكيه اجتماعيا، يعني كلش عندها ذكاء بالتعاطي بالتعامل ايضا مع الرجال، بالتعامل مع الرجل مثل ما ذكرتي مع الحبيب مع الزوج مع أكيد. ممكن حتى الاخوه والاهل، يعني مع الطرف او الجنس الاخر اللي هو قريب إلها. لكن هل هي تعتبر، اكيد دكتوره شيماء، هل تعتبر انه هذه نقطه سلبيه عليها، تحسب نقطه سلبيه ام هي نقطه ايجابيه؟ لا بالعكس، هي نقطه ايجابيه، يعني من النقط اللي المفروض يعني نتمنى ان نمتلكها كل النساء، تتمنى ان تكون ذكيه، لان بس هي متعبه لصاحبتها، متعبه تكون متعبه، هي ما تحسها متعبه لان هي قدراتها يعني دماغها هو ليس بالشيء الطبيعي، يعني فوق يعني ادمغه الاخرين بتشققاته سئلتني قالت هو الذكاء موروث لو مكتسب. نعم. يعني هم بالبدايه قالوا لا، هاي قدرات موروثه جينات. نعم. لهذا درسوا سلالات قالوا هاي العائله كلها ذكيه. نعم. بعدهم جو علماء قالوا له لا، ماكو يعني هي ذكاء، هي هي بيئيه. دكتوره خلينا نشوف جلال من ميسان ونشوف رايه حول هذا الموضوع. جلال اهلا وسهلا بك وصباح الخير. السلام. جلال انت شنو رايك، هل يخاف الرجل او يتحاشى المراه الذكيه؟ طبعا تحيه لحضراتكم وتحيه لقناتكم الكريمه وشكرا على هاي الاطلاله الجميله. بما يتعلق بهذا الموضوع حقيقة طبعا هو لو كان رجلا أو امرأة هم جميعهم ينتمون إلى العائلة الإنسانية. نعم. إذا صح التعبير. الذكاء طبعا أكيد هي شيء يعني نقدر نقول معطاء من الله سبحانه وتعالى. إذا كانت المرأة ذكية والرجل يعني مو احنا آسف للتعبير غير ذكي، هو يشوف هي ترى الذكاء واحد يعني، بس الذكاء لا تنفع لا المرأة ولا الرجل. طيب جلال، الرجل يخشى المرأة الذكية، يخشاها إذا كان غير ذكي وغير متعلم؟ أكيد يخشاها، بس إذا كان رجل معطاة ورجل مثقف ورجل الوسط أكيد له تأثير. طبعا الوسط اللي يعيش فيه الرجل او المراه اكيد له تاثير على على المجتمع او على العائله تكون تتكون منها المراه او الرجل. لذلك هو الشيء مكمل الشيء اخر، اذا كانت المراه ذكيه والرجل غير ذكي فهذه مشكله اصبحت. نعم. مشكله لدى المراه ومشكله لدى الرجل نفسيته، واذا كان الرجل ذكي والمراه ذكيه فالشيء متكامل اصبح. لا غبار عليه، لذلك تتكون عائله ذكيه مبنيه صح وفشي جميل. شكرا لك يا جلال. طيب دكتوره، احنا ثبتنا انه الذكاء هو نقطه ايجابيه وهذا الشيء صحيح. يبدو انه المساله وهذه العقده مو فقط بالشرق الاوسط، دراسه فرنسيه احنا استعرضناها انه فرنسا نفس الحاله. اذا بما انه هي نقطه ايجابيه، لماذا يخشى الرجل او يتحاشى المراه الذكيه، خصوصا انه هم اذا ما ارتبطوا بعلاقه زوجيه واحد مكمل للاخر، يعني المفروض هاي فائده له، يفتخر انه هو زوجته ذكيه او وصلت لها المنصب او عندها فلان شهاده او هيك عقلها متفتح وواعي. هي ذكيه بالتعامل معاه اصلا. نعم. لاحظ احنا لو نجري نفس الدراسه هنا نفس النتائج تطلع، كون الطبيعة البشرية والتخوف من المقابل خاصة اللصيق بينا. نعم. شيء فطري موجود بداخلنا، أنا أتحاشى أن يكون زوجي أذكى مني، أو أنت تتحاشى أن زوجتك تكون أذكى منك، لأن أكيد راح تفوقك في جانب أنت تكون به نوعا ما بهذا الجانب أقل منها مستوى. نعم. كأن يكون علاقة اجتماعية، كأن يكون علاقة مع آخر، أو كأن يكون في مستوى معين راح يكون أكو تفاوت. هنا راح يكون مبعث. نعم. للقلق من قبل الطرف الآخر، خاصة إذا كان الطرف محمل بأشياء غير صحيحة، يعني صحيح مثلا غير واقعية غير موجودة. نعم. وغير يعني ممكن العكس صحيح دكتورة، أن المرأة تكون تخشى من الرجل الذكي؟ طبعا ممكن أن تكون المرأة أيضا تخشى من الرجل الذكي، كونها أيضا بعلاقة وبتماس مع الآخر، ولو فاقها بذكاء أكيد راح على فكرة يعني هي
تتنوع بالذكاءات المرأة وليس ذكاء واحد. يعني مثلا يعني انسى، يعني انت مين ما راح تجي هي راح تطلع لك، يعني بالتالي اذا هي المرأة ذكية بكل الاحوال، لكن هناك مرأة تختلف عن مرأة اخرى، تكون ذكية جدا بالتعاطي، الذكاء العاطفي ايضا مثل ما ذكرتي والذكاء المجتمعي. والمشكلة انه اذا هو مخايف، اذا هو ما عنده شيء، اذا هو مقتدر، هو رجل وقد نفسه ويكون فعلا يحمل مواصفات الرجل، ليش يخاف من المرأة الذكية؟ بالعكس، قد ما تكون المرأة ذكية وناجحة بالتالي هي ستكون مستعدة إلى أنثى ورقيقة وتحتاج يد الرجل. يعني بالتالي وقت ما استوعبوا الطرفين أنه العلاقة ما بيناتهم تكاملية ومتبادلة، ما راح يكون خوف من الآخر. بالعكس، أنا إذا عندي ضعف بهالجانب وأشوف قرينتي أو زوجتي عندها تميز بهذا الجانب، بالعكس أفرح أكثر إنه هي راح تكملني وراح تعدي هذا الضعف اللي عندي. أكيد. هاي هي النظرة الموضوعية. لو كانوا الطرفين يتمتعون بنوع من الذكاء المتقارب، يعني الذكاء العاطفي. هو شنو مفهوم ذكاء عاطفي؟ إنه قدرة الإنسان على قراءة أفكار الآخرين ومسايرة هذا الوضع. إذن استمتعوا بكل من يعرف يحب أو يتزوج امرأة ذكية. شكرا جزيلا لك. شكرا دكتورة شيماء. شكرا لكم. شكرا لكل الزملاء أيضاً، وشكرا لهذا الكادر دائما يرافقنا في برنامج صباحك غير، وملتقانا بكره ان شاء الله. خلصت الحلقه؟ اي طبعا. عبالي بعد اسمع فريد خلاص. عبالي يقول انتقلوا الى فقره اخرى. صح الدكتوره كلامها يجنن وحضورها، لكن حلوه بالتاكيد محسينا ختامها مسك ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لمشاهدينا الاكارم، مع السلامه.